كلام كتير صار على رمضان صبحي الحقيقة في الفترة الأخيرة، وأعتقد سمعنا عن عدد كبير جدا من العروض وعن رغبة النادي الأهلي في أنه هو يضم رمضان بشكل نهائي. معنا خبر تاني النهاردة عن رمضان صبحي. معنا خبر تاني فعلا مهم صادر عن تقارير يونانية بتقول النهاردة أن نادي أولمبياكوس قدم عرض للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي. رمضان صبحي طبعا عارفين أن اسمه ارتبط بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة، على رأسهم أولمبياكوس اليوناني، والصحيفة قالت على عهدتها أن العرض المقدم من أولمبياكوس بيتضمن التعاقد مع اللاعب بقيمة 1,300,000 يورو. وكان في تقارير إنجليزية برضو أشارت في وقت سابق أن هدرسفيلد بيسعى لتحقيق أعلى استفادة مادية ممكنة هذا الصيف نظرا لقرب نهاية عقد اللاعب طبعا في يونيو 2021. مش معلومة يمكن تكون أقرب لوجهة نظر الحقيقة، أنه أعتقد أنه هدرسفيلد تاون محتاج يخلص في عقد رمضان السيزن ده، مش هيقدر أنه هو يتحمل كلفة أنه رمضان ينتقل في يعني صفقة انتقال حر في السيزن اللي جاي. وأعتقد أنه أقوى عرض حتى اللحظة حسب ما سمعنا من معظم التقارير قدم لهدرسفيلد تاون كان من النادي الأهلي، أعتقد أنه عرض أولمبياكوس، وطبعا أولمبياكوس واحد من أكبر الأندية في اليونان، ولكنه ماديا يعتبر قليل بالنسبة لاسم رمضان صبحي. بس دلوقتي احنا لو قدرنا نستغنى عن رمضان، دون مقاطعه كلامك، لو قدرنا نستغنى عن رمضان صبحي في الاهلي، حاسه انه في رمضان لاعب كبير بس في غيره بقى خلاص. طاهر موجود، مين؟ كهربا اجاي في نفس البوزيشن ده في نفس الموقع ده. لا الحقيقه الاجنحه في الاهلي اعتقد عندنا يعني عدد الجمهور هيطمن كبير من اللعيبه. طبعا طبعا في عدد كبير من اللعيبه، واعتقد انه الاهلي مش هيتوقف عن دعم صفوفه حتى في حاله رحيل نجم من النجوم. عندنا الشحات طبعا بعد ما يرجع بالسلامه، فاعتقد في مركز رمضان طبعا لعيبه واسماء كبيره جدا تقدر تملى الفراغ في حالة احتراف رمضان صبحي. لكن أنا بتكلم على القيمة لما تكلمي عن انتقال رمضان لأولمبياكوس. طبعا فريق كبير جدا في اليونان، بطل الدوري السنة دي، لكن أعتقد أنه في كلام كان بيتقال أنه أودينيزي مهتم بضم رمضان صبحي، لكن من ناحية العرض المالي أعتقد أنه هدرسفيلد تاون رفض أرقام أكبر من الرقم ده، وبالتالي صعب قوي يكون أنه الصفقة تتم. وإحنا بنتكلم على الأهلي الحقيقة هذا